قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فالسائل يسأل عن معنى قول الله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يسأل عن معنى كلمة أفلم ييأس. فقولوا بالله تعالى التوفيق، هناك قولان مشهوران أشهرهما: أفلم ييأس معناها أفلم يعلم، وأوردوا لذلك بتشار فيه: ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي. فقالوا اليأس هنا بمعنى العلم، والله أعلم. يسأل آخر عن معنى لبن الفحل. لبن الفحل هو اللبن الذي ترضع به المرأة الصبية، زوجها يسمى حينئذ الفحل، الفحل الزوج، الفحل هو الزوج. لكن لبن الفحل المراد به في الأحكام الفقهية أن رجلا، أو أصور إحدى صوره، رجل متزوج بامرأتين، إحداهما أرضعت ولدا أجنبيا والأخرى أرضعت بنتا أجنبية، فالبنت لم تجتمع مع الولد على الثدي، ولكن اللبن الذي نزل للمرأتين سببه الزوج الذي يقال له حينئذ الفحل. فالولد يكون أخا للبنت من الأب من الرضاعة، وإن لم يجتمع على الثدي مع البنت لكن أبوه من الرضاعة هو أبو البنت من الرضاعة، فالأب حينئذ يسمى الفحل، والله أعلم. يسأل: هل ثبت في السنة أن المؤذن ينادي في الصلاة في الأذان يقول صلوا في رحالكم، وما معنى رحالكم ومتى تقال؟ أقول بالله تعالى التوفيق: نعم، ثبت أن المؤذن يقول في اليوم المطير حتى ولو كان النداء لصلاة الجمعة صلوا في رحالكم في الأذان، وهذه ثابتة في الصحيحين. ومتى تقال في الأذان، أو في أي موطن في الأذان تقال؟ تقال في أحد موطنين، إما أنها تقال مكان حي على الصلاة، حي على الصلاة فيقول بدلا من حي على الصلاة حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، أو أنه يؤذن أذانا عاديا، وبعد أن يقول حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. هذا وإن بدل كلمة بيوتكم بدلا من رحالكم حتى تفهم جاز ذلك أيضا. والمؤذن إذا صنع ذلك فتخلف أحد المصلين وصلى في بيته لا إثم عليه حينئذ، وهو مأجور إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كده ممكن أسأل حضرتك أربع أسئلة؟ تفضلي يا أختي. لو سمحت، دلوقتي كان في ميراث، كان في هو كان نصيب واحد فيهم 8000، بس هو كان في خصومات، كان مش عايز ياخد الفلوس دي، ف
فدلوقتي انا كانت والدتي راح شالتهم له على جنب بحيث لما يحاولوا يطلبوهم يلاقوهم، فحطيناهم في بنك وما نعرفش اللي هو مش اسلامي وكده. فدلوقتي بقى لهم ارباح، فانا لما اجي اسلمهم له بارباحهم الربويه ولا انقيها الاول وارجعهم له 8000 زي ما هم، ولا هم ممكن يظنوا فيا ان انا مثلا استثمرتهم وخدت الفرق مثلا في جيبي؟ ده اول سؤال. اخبريه بالامور على وجه صحيح، قولي له ال8000 هذه فوائدها الربوية ونراها حرام، تحب أن تأخذها تتصرف فيها أنت تصرف، تحب أن تتركنا نتصرف فيها نخرجها للتخلص منها أخرجناها. طب أسأل لحضرتك بقية الأسئلة؟ نعم. طب وفي دلوقتي كانت جدتي كانت على حياتها بتخلي الأولاد بتديلهم شقق والبنات لأ، فهي يعني تعليمها قليل، فجات قالت ايه لما انا اموت ايه الشقه دي تبقى للبنات، فهم لو هم وصوا الوصيه دي كده يبقوا كده يعني الجده ما لهاش اسم، يعني رغم كده اللي البنات يعني هيكون اكيد مصيرهم مش زي الشقه اللي الولاد خدوها مش عارفه. الاولاد موافقون على هذه الوصيه ام لا؟ هم موافقون عشان عارفين اللي هي اللي واخدين نصيب اكتر من حقهم في لا الدنيا. يعني أنا أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث، فالوصية دي لا تصح إلا إذا وافق الورثة الآخرون على ذلك أمضيت الوصية. نعم. السؤال طيب. الثالث. السؤال الثالث، لو هي وصت بشقة معينة لناس قريب ليها وهم يعني عشان خوفا ما يحصل مشاكل ما بين ولادها بدلوا الشقه اللي هي وصيتها دي بشقه تانية مقابله ليها، يبقى كده هم مثلا ما وصوش الوصيه بتاعتها بنفس القيمه بنفس القيمه بس هي وعن تراضي من الجميع؟ لا باس بذلك. طيب اخر سؤال، لو انا مخصصه مبلغ يعني شهري بطلعه لله يعني مش عن نذر او كده بس يعني كصدقه، فجيت مثلا يعني ايه احتجت المبلغ ده مثلا ادخل ابني حضانه عشان متاخر في الكلام او شيء، انا حسب تانيب مثلا ضميري اللي انا مش هطلعه لله اخاف ربنا يبتليني مثلا بامراض. انت نذرتي ام لم تنذري؟ لا ما كان في نذر، كان يعني إذا زي تقرب لربنا. لك ان تتصرفي. ماشي، جزاك الله خيرا. وياكم. هل اخو يسال سؤالا، هل يجوز الجمع بين الصلوات في اليوم شديد البرد أو لا يجوز؟ يقصد الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء، هل هذا جائز أم لا؟ أقول تلك مسألة خلاف بين العلماء، ومن العلماء كابن عمر من يجوز ذلك، فابن عمر قاسها على المطر الشديد، ويستشهد لرأي ابن عمر رضي الله عنهما بحديث ابن عباس العام جمعا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، أي أنه صلى الظهر مع العصر 8 ركعات 4 و4، وفي وقت المغرب أو العشاء صلى المغرب مع العشاء 4 و4. فمن العلماء من استدل به على حالات البرد الشديد القارس، والله أعلم. يسأل سائل، هل هناك خلاف بين العلماء في المسح على الجورب وجوازه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى ممكن سؤال؟ تفضلي. انا عاوز اسال في زكاة الزروع اللي هو في القطن او الحاجات اللي بتتحول لفلوس، هل عليها زكاة؟ القطن ولا ايه بالضبط؟ القطن والبنجر. الجمهور من العلماء يقولون ليس على القطن وليس على البنجر زكاة. ايوه. لكن الأحوط لك وهو رأي الأحناف والذي أراه أختاره أن تخرجي الزكاة عفوا، هذا الأسلم لك في دينك، وإن كان الجمهور يرون خلاف ذلك والله أعلم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهو عام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عم الشيخ، ممكن نسألك، يعني عايز أسألك سؤال لو سمحت. اتفضلي يا أختي. أنا يعني جوزي أختي ما بيخلفش. نعم. وأنا جوزي ما بيخلفش. وأنا محتاجة إن أنا، وأنا يعني مش عارفة، عايزة أطلب منه الطلاق، وأنا خايفة أظلمه يعني. هو كويس. على كل، إذا طلبت الطلاق منه لن تأثمي، وإذا بقيت معه لن تأثمي أيضا، فاختاري ما هو أنفع لك بحسب حالك والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل: هل هناك خلاف بين العلماء في المسح على الجورب أو أنه يجوز بالاتفاق؟ أقول بالله تعالى التوفيق: بل هناك خلاف بين العلماء في المسح على الجورب، فمن العلماء من يجوزه ومن العلماء من يمنعه، وأعني أصحاب المذاهب الأربعة لم يتفقوا على الجواز، بل منهم فريق قال بعدم الجواز وفريق قال بالجواز. أما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه مسح على الجورب فلم يثبت منها خبر، لا يصح أي حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب، إنما بنى العلماء رأيهم على أمرين: الأمر الأول القياس على الخف، فالمسح على الخف جائز بالاتفاق. الأمر الثاني أنه ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم المسح على الجورب، فهذا مستند القائلين بجواز المسح على الجورب. أما الذين قالوا بعدم جواز المسح على الجورب، قالوا: ما دام لم يثبت فيه الخبر من الكتاب العزيز ولا من السنة إذن لن نمسح، فالوجهان قائمان والأحوط عدم المسح على الجورب والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى معي؟ نعم. نعم الله عليك. والله العظيم أنا واحدة يعني مخلفة 5 عيال، والعيال يعني سبحان الله مش حد فيهم ولا حد يكون مش عارف يعني، وأنا والله يا ستي أنا على باب الله وآتي رب ما بصلي وبأصوم وآتي كل حاجة، وأكبر ما فيهم عنده 30 سنة، وحياة يصلح في حال رب مش عارف إيه السبب، يعني إيه السبب ما عارفش يعني. ادعي لهم بالهداية. استغفر الله العظيم. ادعي لهم بالهداية. ليل النهار، ليل النهار بدعي بالهداية. استمري في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. فاستمر في الدعاء وأنت مأجورة، كلما قلت يا رب اهديهم يثيبك الله وتأخذي درجات وأجور من الله. فاستمري في الدعاء ولا تيأسي من رحمة الله والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ لي سؤال. نعم. المرأة التي تريد العمرة والمحرم الذي معها فقير، هل يجب عليها أن تدفع له وهل تأسم إن لم تفعل؟ هل معها محرم آخر أو ليس ليس معها محرم؟ لا، يعني كل الموجودين لا يستطيعون الذهاب للمرض. على كل حال لا تذهب للعمرة إلا معها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. العلماء أكثرهم مستثنى الحج فحسب، ولكن العمرة لا. يعني هل تأسم لو لم تدفع له؟
أنت لا تأسامي لكن لا تسافري، أنا أقصد لا تسافري إلا معك محرم، ليس بواجب عليك أن تدفعي ثمن المحرم، لكن لا تسافري. جزاكم الله خير. وإياكم. يسأل سائل: هل هناك خلاف في المسح على الخف؟ أهل السنة والجماعة متفقون على جواز المسح على الخف، والأحاديث الواردة في المسح على الخف متواترة، أي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، فلا اختلاف بين أهل السنة في جواز المسح على الخف، والأئمة الأربعة على جوازه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ، أنا متجوزة بقالي 6 سنين وجوزي مش بيخلف، ف يعني هشيل ذنب لو سبته؟ لن لا لا ليس عليك ذنب إذا تركتيه، وليس عليك ذنب إذا بقيت معه، انظري إلى مصلحتك العامة، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها، قبل أن يدخل بها طلقها، وبعد ذلك عقد عقدا جديدا عليها، وبعد طلقها مرتين متفرقتين، هل تحرم عليه أم أن التطليقة الأولى التي طلقها قبل العقد لا تحسب؟ أقول كلا، بل تحرم عليه، والتطليقة التي قبل العقد، عفوا، التطليقة التي كانت بعد العقد قبل البناء محسوبة، فعليه يكون قد طلق امرأته 3 تطليقات، فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره على سبيل استدامة المعاشرة، ليس على سبيل التحليل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ. بقول لحضرتك، مس المصحف أو قراءة القرآن أثناء الحيض والجنابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذه مسألة اختلاف بين العلماء، وأكثر العلماء يمنعون من ذلك، ولكن الدليل في المنع ليس بصريح، فقوله لا يمسه إلا المطهرون عائد على الكتاب المكنون عند الله، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث مرسل على الصحيح لا يثبت، فعلى ذلك أو لذلك نشأ الخلاف، فأكثر العلماء على المنع، وأهل الحديث على التجويز، فاحتياطا احتياطا مسيه بحائل بقفاز، يعني جوانتي ونحو ذلك، والله أعلم، احتياطا. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. بعد إذنك، عندي كان سؤال بس حساس شوية. نعم. سؤال حساس شوية. ألو. إذا كان يخدش الحياء لا تتكلمي به، وتكلمي في الهاتف، أما إذا كان سؤالا يحتاج إليه ضروري فتفضلي. طيب، بالنسبة يعني زوج مسافر وبيطلب من زوجته أن يكلمها على الهاتف، على كل، الكلام بين الزوجين على الهاتف، الكلام بين الزوجين كله مباح، لكن إذا أمن ألا يتسرب الكلام ويسمعه شيء شخص آخر، فالخشية من الهاتف أن يسجل هذا الكلام أو يكون هناك من يرقبه فتحصل فتن بذلك، أما أصل الكلام بين الزوجين فحلال، بارك الله فيك. السلام عليكم. قول: امرأة طلقت طلقة رجعية وبدأت تعتد، فمات زوجها وهي في العدة، هل ترث
أو لا ترث. أقول بالله تعالى التوفيق ترث، فهي ما زالت زوجة ما دامت في عدتها من طلقة رجعية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. أنا بس كان عندي سؤالين بعد إذنك. نعم. هو أول سؤال، هي والدتي تملك شقة تقوم بتأجيرها شهريا، فهل يستوجب دفع الزكاة على ما يتحصل سنويا على هذا الإيجار، أم يتم إخراج الزكاة على ثمن الشقة نفسها؟ وتاني سؤال بعد إذنك، هل يجوز إن أنا أسلم على النصراني أو النصرانية يعني أنا أقول له تحية الإسلام يعني؟ وهل يجوز برضو إن لو هو قال لي السلام عليكم، فهل يجوز إن أنا أرد عليه السلام أقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى، وأسأل الله أن يبارك في عمرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، امرأة تملك شقة تؤجر، هل تخرج الزكاة على الإيجار أم على ثمن الشقة الأصلي؟ أقول بالله تعالى التوفيق، لا تخرج زكاة عن هذا ولا عن ذاك، لكن إذا اجتمع معها من الإيجار مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، أي مرت عليه سنة بعد بلوغه النصاب، زكي هذا المال، أعني أخرجت زكاته، والله أعلم. أما اليهود والنصارى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلم أحدهم فقولوا وعليكم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء، ويجوز أن نبدأ بتحية غير السلام، غير السلام. أما السلام فالسلام على من اتبع الهدى، ألقاها النبي أو في رسالته على هرقل، في رسالته إلى هرقل، سلام على من اتبع الهدى. أما السلام عليكم فلا تبدأي بها لا يهوديا ولا نصرانيا، وإن سلم أحدهم فقولوا وعليكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ، أنا عايز أسألك على سؤال. تفضلي. أنا كنت شغالة في شركة وكان متأمن عليا فيها. نعم. بس ما كنتش يعني المرتب كان ضعيف، ما كانوش بيتخصموا مننا تأمين، الشركة اللي كانت بتدفع. والسؤال؟ يعني ينفع أصرف التأمين ده؟ إذا كان ذلك كذلك والشركة دفعت لك تأمين ولست مختارة وصرف تعويض من التأمين، فاقبلي هذا التعويض، وأنصحك بالتصدق بجزء منه، والله أعلم. يسأل سائل عن امرأة تأمرها أمها بمفارقة الزوج مع أن الزوج رجل صالح والحياة مستقرة، لكن الأم تكره الزوجة، هل تطيع البنت أمها وتفارق الزوجة؟ أقول وبالله التوفيق، لا تطع أمها في مثل هذا الحال، لا تطع أمها في مثل هذا الحال، بارك الله فيكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، لي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم من نسي الركوع في الصلاة؟ السؤال الثاني، هل المقصود بالألواح والصحف، هل المقصود بهم التوراة؟ وهل الصحف هي نفسها التوراة؟ جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما من نسي الركوع في ركعة في الصلاة فعليه أن يأتي بركعة جديدة بعد أن تنقضي صلاته، ويبني على الأقل ويسجد للسهو، عليه أن يعيد الركعة ويسجد للسهو هذا. وإن كان مضى زمن على نسيان الركوع
عليه إعادة الصلاة. أما الألواح والصحف والتوراة هل هي ثلاث مسميات لشيء واحد هو التوراة أم هي ثلاثة أشياء مستقلة؟ بكل قال أهل العلم ونمضيها على ما جاءت خير لنا، فقد ذكرت التوراة مستقلة وذكرت الألواح وذكرت الصحف صحف موسى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك حاجة عن الزكية. نعم. هو زوجي مشارك واحد بس هو لا يملك مال، هو صاحب المال كله، هو مشارك بالمجهود. هل زكاة عروض التجارة اللي تطلع هيشترك معاه فيها مناصفة؟ يعني هو الأرباح بتقسم مناصفة، فهل بيشارك بيها في زكاة المال برضو مناصفة ولا هو ما إنه لا يملك مال؟ زكاة المال على صاحب المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى خذ من أموالهم والمال ليس بمال لزوجك. إذا كان شخص يعمل عند شخص بنسبة من الربح فالزكاة تخرج على صاحب المال، يخرجها صاحب المال من ماله الخاص. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل عن قول الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هل الذين غلبوا على أمرهم مسلمون أم كفار؟ الظاهر والله أعلم أنهم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة ورأينا فيها تصاوير، قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل هل لسجود التلاوة ذكر مخصوص؟ فقولوا بالله تعالى التوفيق، ليس لسجود التلاوة ذكر مخصوص ثابت، فالحديث الخاص بتعيين ذكر لسجود التلاوة حديث إسناده ضعيف، والله تعالى أعلى وأعلم. شخص أودى عند شخص وديعة، أودى عند شخص وديعة فتلفت من غير إهمال ولا تقصير، هل يلزم الذي استودعت عنده تلك الوديعة أن يتحملها أو يتحمل قيمتها إذا كان عن غير تفريط وشهد بأنه لم يكن بمفرط؟ فعند الأكثرين ليس عليه ضمان، والله أعلم. ما دمنا تيقن أنه لم يفرط والله أعلم. قول امرأة أرسلت فستانا إلى مكوجي، فالمكوجي حرق الفستان أثناء الكي، هل يضمن؟ نعم يضمن على الصحيح من أقوال العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ. نعم. أنا شغالة في شركة والتأمين ده أنا عايزة أستفسر عنه بالضبط، يعني أصرفه يعني حرام ولا حلال؟ اصرفيه لأن الشركة دفعت مالا، ولا يتصور أننا نقول لا أدفعي ولا تأخذي، ما دامت دفعت خذي وتصدقي بجزء من المال لتنقيته، لأن الذي دفعته الشركة تطوع لك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حديث الأذنان من الرأس، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ثبت أنه كان يمسح أذنيه في الوضوء؟ أقول
وبالله تعالى التوفيق. هذا الحديث حديث الأذنان من الرأس كل طرقه متكلم فيها، والصواب أنه غير ثابت والله أعلم. أما عن مسحه على أذنيه عليه الصلاة والسلام فلم أقف على خبر ثابت فيها والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ العزيز، تفضل. بفضلك يا شيخ كنت عايز على حاجه بس. تفضل. كنت شغال في فرن سياحي دقيق، ماشي، واصحاب بيدخلوا على الدقيق الفرن دوت دقيق بلد. نعم بيدخلوا على الدقيق الفرن دوت دقيق بلد، يعني بيشتروا دقيقا مسروقا على الاصح، ويدخلوه على الدقيق الغير مدعوم حتى يختلط الامر. لا يجوز لك العمل مع الغشاشين، ولا يعني تعنهم لا تعنهم على الاسم والعدوان، فان ربك يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لو سمحت كنت عايز أسأل عن شراء السيارات المخصصة للمعاقين، إن أنا أشتريها وأدي للمعاق أراضي بجزء من المبلغ، فهل ده حرام ولا لا يجوز؟ لأن الهبة التي وهبتها الدولة للمعاق وهي تخفض ثمن السيارة أو إعفاءه من الجمارك، أيوة، هذه مقيدة بقيد وهو عدم بيعها، فلا يجوز لهذا التقييد أنها تعد هبة مشروطة، فلا يجوز هذا البيع لأن الشخص المعاق لم يتملك التملك الكامل ولا يرخص له في بيعها، فلهذا لا يجوز والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ممكن اسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. حكم قراءة القرآن وانا ما يعني مش قادرة اتدبر معانيه، ولا ومش قادرة برضو ان انا انظر في احد التفاسير. يجوز ذلك، يجوز ذلك ولا مانع منه، لكن الاجر اقل والله اعلم. حكم من نام عن صلاة العشاء، هل ان انا اصليها مثلا اذا استيقظت في وقت قيام الليل، او اصليها ثاني يوم مع صلاة العشاء؟ لا، وقت العشاء يمتد للفجر، فاذا قمت من الليل ألزمت بصلاتها قبل طلوع الفجر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. سائل يسأل على مسألة السجود على الأنف، هل تبطل صلاة من لم يسجد على الأنف؟ أقول بالله التوفيق لا تبطل صلاته، بل الصلاة تصح. أما حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض فحديث ضعيف. أما حديث أمرت أن أسجد على 7 آراب الجبهة وأشار إلى الجبهة والأنف، فالذي أشار ليس النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو طاووس على ما فهمه من الجبهة والله أعلم. فالسجود على الأنف أولى، لكن عدمه لا يبطل الصلاة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم شيخ، عندي سؤال. نعم. شخص كان محتاج بمال فباع خاتم بتاع زوجته، قدر أحد أقاربه ليس بملزم بشيء. إذا كان معتقد أنه مدين لأخته بمال، والخاتم أمانة كرهن، والرهن ضاع من غير تفريط، فحينئذ يلزم بسداد الدين والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا ميمونة مباركة، اللهم آمين. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.